بنستكمل حوارنا مع معالي الوزير الدكتور علي مصلحي في مجمع استهلاكي اخر. ايه الفرق بين المجمعين معالي الوزير؟ الحق يقال الاثنين يعتبروا كويسين، بس يمكن اللي كان في باب اللؤ اكبر وفي معروضات اكتر، انما المهم ان المستوى الاداء ومستوى المواطنين قبل مستوى الاداء بجد انا اعتز بهذه الزياره، وبوعد من قناة عندك ان كل المستودعات والمنافذ الثابته اللي لدى شركات الجمله اللي عندنا سواء العامه او المصريه او النيل او الاهرام او اسكندريه خلال العام المالي القادم ونص العام المالي الثاني هتبقى على احدث مستوى، واهم من المنظر الانشائي اهم حاجه ان البضاعه تبقى موجوده زي ما موجوده النهارده. لسبب إذا كنا بنتكلم عن أسعار لابد زي ما قلنا قبل كده إتاحة الأصناف بكميات، لو أتحنا الصنف بكمية إذا مش هيبقى فيه مضاربة ولا نرجع نقول تجار جشعين ولا غيره، فعلينا واجب وأعتقد الناس المسؤولة معايا عارفة هذا الواجب، وتوجيهات سيادة الرئيس سواء في المنافذ الثابتة أو المتحركة، والمتحركة بنزودها والخدمة الوطنية شغالة، الشركة القابضة للصناعات الغذائية شغالة، كذلك منافذ التوزيع للشباب هنبتدي نحركها بحيث يبقى عندنا شبكة توزيع ثابتة حقيقية نقدر نتابعها بالإضافة إلى شبكة متحركة. لو عملنا كده أعتقد هنقدر نضبط جزء من الأسعار، مش هقول كل الأسعار، ثم المرحلة اللي بعد كده إن احنا نضع خطة حقيقية للتجارة الداخلية بالتعاون مع شعبة أو الغرف التجارية والغرف الصناعية والمحافظين، واحنا بنعد لهذه الخريطة وقريبا جدا هنعلن عنها، بحيث لما المواطن بيتكلم بيقول لي حتى الناس بقت دقيقة جدا ما بتقولش الأسعار، بتقول رقابة على الأسواق، فعشان نراقب على الأسواق لازم أسوق، وأي سوق لازم يكون منظم وعارف مين اللي جواه ومين اللي داخل بيه ومين اللي عارض ومين اللي مش عارض ومصدر السلعة ايه والأسعار التنافسية ايه. التحرك في هذا الاتجاه اعتقد هو اللي هيخلي الناس تقدر تستحملنا شوية، ولكن بطلب منهم لغاية شهر 11 بالظبط، انا بقول كده نطلب منهم ان شاء الله هنعمل كل جهد حتى نضبط الاسعار في رمضان، ثم هندخل على العيد الصغير كله كحك وكده فدي هنوفره، العيد الكبير هنوفر اللحمة وهنتعاون مع بعض حتى يمكن نمتص الفترة من هنا لشهر 11 اللي هي يمر سنة على تعويم الجنيه، أول ما يمر سنة يبقى البيز أو القاعدة اللي بتحسب عليها مش هتبقى زي ما بنسمع 30% و32%، هتجد التضخم بالظبط يوصل ل 18 و16، السوق يبتدي يشتغل، الأسعار تبتدي تدس، إنما احنا بنمر بفترة صعبة، واللي ما يحسش بكده يبقى بيتكلم كلام مش مظبوط. اللي كان معاه فلوس برضه بيمر بفترة صعبة، المتوسط بيمر بفترة صعبة، البسيط بيمر بفترة أصعب بكتير. طيب حضرتك أشرت دلوقتي للدقيق. وده يرجعني لآخر حاجة كنا بنتكلم فيها في المجمع بتاع باب اللؤ وهو الخبز. تقول إيه للمشاهد عن الخبز؟ هل فيه نقص في الخبز؟ هل كمية المفروض ان كل مواطن يستلمها هل بتكفي ولا ما بتكفيش؟ الحمد لله، بس حصل لخبطه في السكه. انا مريت على مخبزين، مخبز في شارع محمد فريد ومخبز ثاني في مصر القديمه. الحق قال انا لما سالت الناس كانوا راضيين، مفيش زحمه، الناس راضيه، كل مواطن ليه 5 ترغفه. انا عارف ان بعض الناس لسه معاها بطاقات ورقيه، ولكن يوم ما حصرت موضوع البطاقات الورقية كانوا 301,000 بطاقة، أن أصدرنا 320,000، ومع ذلك لقيت قدام المخبز في واحد معاه لسه بطاقة ورقية. هنفضل فاتحين التخلص من البطاقات الورقية، حقه ياخده، إذا فضل مخد أقل منه نظام النقاط ساري وسيستمر إنه يبقى ساري بسبب نظام التموين له سكة، والعيش والنقاط سكة تانية، وبالتالي هنحافظ النهاردة داخلين على موسم القمح، وإن شاء الله ننجح في موسم التسويق، ومستهدفين 4 ل 4.5
مليون طن قمح. في طبعا كان في فساد في مرحله سابقه فعلا، وفي لجنه تقصي حقائق واصدرت قرار محترم توصيات. هل هتستفيدوا من هذا؟ تم الاخذ بكافه التوصيات، وانا كان لي الشرف ان انا كنت موجود في المجلس في هذا الوقت، وبنشكر لجنه تقصي الحقائق على ما قامت به. وكان احد الحاجات ان هي شؤون القطاع الخاص، شؤون صوامع القطاع الخاص، عدم الانضباط وعدم وجود اللجنة دائمة أمام مكان التسوق. فتم تحديد على كل مكان لجنة دائمة. نمرة اتنين، يوم ما بنستعين بالقطاع الخاص شؤون أو صوامع بنأجرها منه، والمسؤولية تبقى محددة، تبقى مسؤولية عندنا احنا. وبالتالي تم تلافي كافة هذه الملاحظات، ومن ثم أتمنى أن الموسم السنة دي يكون جيد جدا بتعاون كل الجهات. من الشائعات اللي ترددت أنه نصيب الفرد من الخبز؟ لا طبعا. وأنا بقولها تاني، أرجوكوا ما تصدقوش الإشاعات. أنت معاك بطاقتك بتروح تلاقي ولا ما بتلاقيش؟ مش معقول بتلاقي وبتاخد الخمسة وبتاخد ثلاثة وفرق النقاط بتاخدها وبتروح البقال، وبعدين واحد يقولك الحق ده هيقلله. يا عم الحق ايه؟ احنا بنقول المواطن اللي كان جنبي بقوله اتمنى ان احنا نزود الدعم، اتمنى اول ما العجلة تتحرك شوية نزود الدعم مش نقلل الدعم. نحن ليسنا في هذا الموقف، بل بالعكس كلنا نشعر بضعف القدرات المادية عند المواطن، وبالتالي يجب أن نكون رحماء. فإزاي هنبقى رحماء ونقلل؟ وزارة التموين 2006 ووزارة التموين 2017، إيه الفرق بالنسبة للدكتور علي مصالح؟ فرق عمر. دي نمرة واحد. نمرة اثنين، 2006 كان هناك نظام يدوي نأمل أنه يتميكن، ولما ميكناه رفعنا الكفاءة وكده. للأسف 2016 جيت لقيت نظام مميكن ولكن ليس له أي قواعد، وبالتالي أصعب بكتير جدا أن تصلح من نظام مميكن غير منضبط انك انت والاسهل انك تنقل نظام يدوي. انما ان شاء الله بتعاون كافه الجهات، ومنها الرقابات الاداريه، ومنها وزاره الاتصالات، ومنها وزاره الانتاج الحربي، ان احنا هنضبط ذلك قبل نهايه 30/6 حتى يمكن ان احنا نقول للناس نعم احنا معاكم وهنقدر نزود لكم اي حاجه تزود. لما حضرتك توليت المسؤوليه مؤخرا قلت ان وزاره التموين ستكون وزاره المواطن. طبعا. هل هذا الهدف صعب تحقيقه؟ ايه اللي اتحقق منه؟ هقول لحضرتك اتحقق منه ان انا عن نفسي بنزل وبستمع سواء في بلدي او هنا او كذا. نمره اثنين، ضبط قاعده البيانات، يعني مجموعه المستفيدين، العملاء بتوعك، ناسك اللي بتخدمهم، اللي انت موجود عشانهم، لما يبقوا سلام اي بني ادم. لما احط ده بقى على الصفحه بتاعت الوزاره، وهنفتح صفحة لكل من لديه سؤال، وسوف يتم وضع مجموعة للرد على هذه الأسئلة بتوقيتات محددة، وليس أن أنا بعت شكوى أو جواب مسجل. سترى أننا نتمنى أن نكون وزارة المواطن، وإن شاء الله هنبقى. آخر سؤال، يقال أنه زي أي وزارة في عشش دبابير في كل وزارة، في كل حتة، في أي حتة، حتى في اللي موجودين معنا. في ناس حلوة وقلبها أبيض، وفي ناس نص نص، وفي كذا. لا بصوا، وضع أنا بالنسبة لي لا أعاقب على ما سبق، بينما سنضع نظام واضح وبسيط، وكل بني آدم يعرف دوره فيه، ساعتها نقدر نحاسب بعض. الكلام ده بنحطه النهاردة سواء مع الشركات أو مع القطاعات المختلفة. حضرتك تقصد مكافحة الفساد يعني؟ عشان أصل الفساد نتيجة. نعم. وأنا بقول أهو ومسؤول عن كلامي، الفساد نتيجة عدم وضوح النظام وقواعد العمل. أول ما قواعد العمل تبقى واضحة ومين مسؤول عن إيه ومين بيعمل إيه، الشاطر يغلط بقى. الشاطر يغلط. اللي قد الجزا يغلط. إنما لما تبقى الدنيا وكله خلاص كله يتحرك. انا بشكرك شكرا جزيلا دكتور علي مصالحي وزير التموين في حوار غير تقليدي، جوله ميدانيه لراي عام. بشكرك وبشكركم مشاهدينا. عمرو بجد انا بشكرك جدا، وبشكر التيم كله. شكرا جزيلا، شكرا، تعبتوا. واهم من ده كله المواطنين اللي هم بالصدفه قابلونا. نقول للناس تصبحوا على خير؟ نقول لهم تصبحوا على ألف خير، وبكرة أحسن من النهاردة إن شاء الله. شكرا على الوصول. شكرا.